الثامنة من قناة ليبيا، أهلا بكم مشاهدينا، تقدمها لكم فاتن اللامي وأحمد جوحان. وفي نشرتنا نتابع لقاءات محلية لتمهيد الطريق أمام حكومة وحدة وطنية، وزيارات سياسية توحد البلاد بعد انقسامها. البعثة الأممية تكثف نشاطاتها للمحافظة على مكتسبات جنيف. كورونا يبغت قطاع الصحة والجنوب أكثر المناطق تضرراً. أصوات متعالية تنادي بضمان حقوق الإنسان والمتضررين من الحروب في مناطق البلاد. أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش. المنيفي أوضح خلال لقائه بالسفير الإيطالي إلى ليبيا اليوم جوزيبي بوتشينو في طرابلس، أوضح أن هناك رغبة جادة من أعضاء مجلسي النواب والدولة في تحقيق الاستقرار بالبلاد وبسط الأمن للوصول إلى الانتخابات في وقتها المحدد، مؤكدا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الذي ينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوروبية. من جانب آخر، زار عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عددا من بلديات المنطقة الغربية، وذلك للاطلاع على أبرز المشكلات التي تواجهها وتأكيد على المصالحة والسلم الاجتماعي. نعم فاتن، الزيارة شملت كلا من زلطن والجميل ورجدالين، حيث التقى اللافي عمداء البلديات والمشائخ والأعيان والأجهزة الأمنية بحضور أعضاء من مجلس النواب عن المدن المذكورة. وفي أول تصريح له حول زيارته لطبرق، قال رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إن لقاءاته برئيس مجلس النواب عقيل صالح وأعضاء من المجلس كانت مثمرة. دبيبة وفي تغريدة له على موقع تويتر أشار إلى أنه ناقش مع عقيل الاستحقاقات السياسية القادمة وعملية تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه لن يقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء البلاد. رئيس مجلس النواب عقيل صالح ناقش في اجتماع منفصل اليوم مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيك توحيد مؤسسات الدولة لحين استلام السلطة الجديدة مهامها، بالإضافة إلى اعتماد مجلس النواب ميزانية موحدة في البلاد. وبحسب المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان حميد الصافي، فقد أكد رئيس المجلس عقيل صالح أن إصدار قانون الميزانية هو اختصاص أصيل لمجلس النواب. هذا وصل إلى مطار الأبرق صباح اليوم وزير المالية المفاوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري وعضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معتيق لعقد اجتماعات لإقرار ميزانية موحدة في البلاد. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المرمي. سيد المرمي، بعد الترحيب بك، يعني لو تضعنا في تفاصيل الاجتماع الذي جمع كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح بكل من نائب يعني المجلس الرئاسي معتيق وكذا وزير المالية في حكومة الوفاق. سيد المرمي، سيد المرمي هل تسمعني؟ سيد المرمي، سيد المرمي، إذا حتى نستطيع التواصل مع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، هل تسمعني الآن؟ سيد المرمي، إذا حتى نستطيع التواصل معه نتابع نشرتنا مشاهدينا. وتعليقا على ذلك، أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على أهمية منح الثقة لحكومة الوحدة من قبل البرلمان الليبي بصفته الممثلة الشرعية لأبناء الشعب. ودعا العقوري جميع النواب إلى تغليب المصلحة العامة ونبذ الخلافات الشخصية، إضافة إلى قيام البرلمان بدوره الفعلي وعدم تفويت هذه الفرصة التي قد تكون الأمل الأخير لإخراج الشعب الليبي من الظروف السيئة بحسب وصفه.
ونعود مرة أخرى للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتح المرمي. السيد المرمي، هل تسمعني الآن؟ نعم سامعك سيدة الكريمة، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. كنت سألتك عن الاجتماع الذي ضم كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنائب رئيس المجلس الرئاسي معتيق وكذا رئيس أو وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق. نعم فعلا التقى فخامة رئيس مجلس النواب بالسيد أحمد معتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي أو أحد نواب المجلس الرئاسي وكذلك وزير المالية السيد أبو مطاري. طبعا الأمر يعني متعلق بإعداد الميزانية واعتمادها ووضع اللمسات الأخيرة يعني الخاصة بها. نحن نعرف أن الميزانية هذا العام ستكون موحدة على مستوى ليبيا، وهناك فريق اجتمع المدة الماضية في البريكة حول ذلك، ضم مصرفي بالمركزي ووزراء المالية سواء في الحكومة الليبية المؤقتة أو المجلس الرئاسي الحكومة الأخرى، كذلك عدد من الخبراء والمهتمين بالجانب المالي في ليبيا، واتفقوا على أن تكون ميزانية هذا العام ميزانية واحدة. كذلك وضع الترتيبات اللازمة لتوحيد المؤسسات. نحن نعرف أن السيد أحمد معيتي يعني من ضمن الناس اللي هي يعني بذل جهد في ذلك. فخامة رئيس مجلس النواب نادى بذلك من خلال المبادرة التي أطلقها وهو توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية. طيب كيف ستكون الآلية؟ آلية توحيد المؤسسات، هل نعم. هل طرح ذلك الأمر في هذا الاجتماع؟ لا، هو طبعا الجانب المالي اعتقد ما اتفقوا على أساس أنها المنظومة يعني تتوحد المنظومة المالية بالذات يعني وعندهم محاولات سابقة في ذلك، واعتقد أن الأمر منتهي من أجل اعتماد هذه الميزانية التي تتعلق يعني بالمرتبات والمصروفات الأخرى تكون على مستوى الدولة الليبية. خاصة راح الآن يعني نشهد بأن هناك مجلس رئاسي جديد الآن يعني في طريقة للاستلام بالكامل للسلطة، وكذلك هناك رئيس حكومة وحدة وطنية سيقوم بتشكيل حكومته، وبالتالي هذه الأمور تمهيدا يعني لتوحيد المؤسسات ولتوحيد بالدرجة الأولى الآن في الوقت الحاضر على الأقل، وهي مهمة بالنسبة للمواطن وهو الجانب المالي توحيده يعني في خلال هذه الايام من اجل صرف المرتبات وغيرها. نعم. واعتماد الميزانيه والتي هي مهمه لتقديم الخدمات بالنسبه طيب. للمواطن. الاجواء التي تم فيها الاجتماع سيد المرمي، يعني هذه كلها زيارات تعتبر في هذه المرحله تاريخيه وسابقه ومختلفه عن كل المشاحنات السابقه التي كانت في الماضي، كيف كانت الاجواء بين اقطاب كانت مختلفه في مرحله سابقه؟ نعم طبعا الامور اختلفت من يعني من يوم الذي اطلق فيه فخامه رئيس مجلس النواب مبادره الحل في ليبيا ومبادره السلام ونتج عنها اعلان القاهره من خلال السيد او فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه ومخرجات برلين وغيرها. الامور طبعا تغيرت كثيرا في ليبيا واصبحت هناك حلحله لعديد القضايا والمشاكل، والتي من بينها يعني الامور يعني المتعلقه بتوحيد المؤسسات في ليبيا، واجتماع اليوم ياتي في اطار ذلك. يعني انا اقصد الاجواء كانت ايجابيه؟ الاجواء كانت ايجابيه؟ لا الاجواء كانت الاجواء كانت ايجابيه جدا، ونحن نعرف ان فخامه رئيس مجلس النواب غير ان رئيس مجلس النواب وقاضي وغيره هو من حكام ليبيا، وبالتالي هم ان الامور تهدى وتستقر في ليبيا وتتجه الى الخير والى الصلاح وإلى المصارحة وإلى التفاهم والاستقرار. نعم، أشكرك المستشار الإعلامي رئيس مجلس النواب فتح المريمي، كنت معنا. وفي سياق آخر، قال رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة إنه ناقش مع المبعوث الأممي يانكوباتش أهمية المضي قدما في خارطة الطريق وتشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد. كرئيس لحكومة من المفترض أن تقوم بقيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية وتشريعية في موعد أقصاه ديسمبر القادم، سلسلة من اللقاءات يجريها رئيس الحكومة المنتخب عبد الحميد دبيبة لتأطير متطلبات المرحلة الحالية وتدليلها.
من بين هذه اللقاءات لقاء جمع دبيبة بالمبعوث الأممي كوبيتش، أعرب خلاله عن أمله في تغليب المصلحة الوطنية، داعيا أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة خاصة مكتملة النصاب وإنجاز متطلبات المرحلة وفقا لمخرجات الحوار السياسي. دبيبة طرح في لقائه مع كوبيتش آليات الدفع بخارطة الطريق المتفق عليها والمنهجية المتبعة في عملية تشكيل الحكومة بهدف تنفيذ كافة الاستحقاقات المنتظرة من الحكومة وتعزيز حالة السلام والاستقرار والتنمية. كما أشار دبيبة إلى إمكانية توظيف الإمكانيات والموارد التي تتمتع بها ليبيا بما يخدم المصلحة الوطنية، مشددا على ضرورة استعادة ليبيا لسيادتها الوطنية وامتلاك قرارها الوطني في المستقبل. اللقاء كان مناسبة أكد فيها دبيبة عزمه على تعزيز التعاون والتنسيق مع البعثة الأممية من أجل تبني استراتيجية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في ليبيا. لقاءات أخرى أجراها المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش بهدف ضمان الالتزام بالاتفاق السياسي والعسكري في البلاد، أعلنت عنها البعثة الأممية ونستعرضها في التقرير التالي. جولات لم تنقطع لتثبيت قواعد اتفاق جنيف على الأرض وضمان تنفيذها بشكل كامل للوصول إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد. وفي هذا الإطار أعلنت البعثة الأممية عن مجموعة من اللقاءات أجراها رئيسها يان كوبيتش مع عدة أطراف ليبية من بينها وفد لجنة 5+5 عن المجلس الرئاسي صباح اليوم، حيث ناقش سبل المساعدة التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون من أجل تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وضمان عدم انتهاك حظر التسليح وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتسريع فتح الطريق الساحلي. لقاء آخر أعلنت عنه البعثة جمع كوبيتش برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله للوقوف على جهود المؤسسة في المحافظة على مستويات إنتاج النفط والجهود الجارية لتوحيد جهاز حرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته، حيث شدد كوبيتش خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على الدور المستقل والمحايد للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على إدارة النفط في البلاد وضمان إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة. وفي غضون هذه اللقاءات تستعد سرت استضافة جلسة لمجلس النواب، حيث بحث رئيس مجلسها التسييري خلال اجتماع موسع إجراءات وترتيبات استقبال المدينة للجلسة مجلس المزمع خلال الأيام القادمة. وخلص الاجتماع إلى تشكيل 3 لجان، هي لجنة الخدمات ولجنة الإعلام ولجنة الاستقبال، وتم الاتفاق على أن تعقد لجنة الخدمات اجتماعا لبحث وإعداد مقترحات اللجنة فيما يتعلق بإقامة الضيوف وحصر المواقع مستهدفة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل. أهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ أهلا بك. بداية، هل جاءكم بلاغ رسمي بخصوص هذا الموضوع؟ وهل الجلسة مؤكدة في مدينة سرت؟ ومتى سيكون موعد هذه الجلسة؟ أولا فيما يتعلق بهذا الموضوع، طبعا اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس ديوان مجلس النواب وصلت منذ قليل إلى مدينة سرت قادمة من طبرق للتحضير والاستعداد والتجهيز لعقد جلسة مجلس النواب بمدينة سرت. نعم. طبعا رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت عقد عدة اجتماعات في هذه المدينة مع كافة مدراء الشركات الخدمية والأجهزة في مدينة سرت. انبثق عن هذا الاجتماع تشكيل 3 لجان، لجنة للخدمات ولجنة للإعلام ولجنة للاستقبال. نعم. لجنة الخدمات عقدت اجتماعين متتاليين تدارسوا فيها الاحتياجات اللازمة للتجهيز فيما يتعلق باستقبال انعقاد جلسة مجلس النواب في سرت، وذلك من حيث مكان الانعقاد ومكان الإقامة وتجهيز المركز الإعلامي إلى غير ذلك من التجهيزات الأخرى المطلوبة. نعم. بالإضافة إلى اجتماع رئيس المجلس التسييري مع لجنة الاستقبال واللجنة الإعلامية المشكلة
بالقرار رقم 4 لسنه 2021. نعم، متى سيكون موعد هذه الجلسه؟ لا هذه لا، الحقيقه لم تبلغنا اللجنه وصلت منذ قليل. ستعقد هذه اللجنه اجتماعا مع السيد رئيس المجلس التسييري لبلديه سرت الليله او صباح يوم الغد، ورئيس وعدد من اعضاء لجنه الخدمات المشكله بالقرار رقم 4 لسنه 2020 يناقشوا فيها فيما يتعلق بموضوع التجهيز والاستقبال. نعم. لم تحدد موعد الجلسة. نعم، طيب ما هي الإجراءات المتخذة حيال هذه الجلسة خصوصا من الناحية الأمنية والاستقبال وغيرها؟ الحقيقة دور بلدية سرت فيما يتعلق بالجانب المدني، الشق المدني، هو الإعداد والتجهيز لاحتضان مدينة سرت لمجلس النواب. طبعا المجلس التسييري والهيئة التنفيذية للقطاعات يرحبوا بانعقاد مجلس النواب في مدينة سرت باعتبارها مدينة تتوسط ليبيا الحبيبة وخير الأمور أوسطها. الحقيقة ما يتمناه المجلس أن يكون مقر دائم سواء كان مجلس الرئاسي أو الحكومة الوحدة أو مجلس النواب. نعم، مدير إدارة الإعلام. وهذا الكلام هذا باسم أهالي المدينة سرت يعني. نعم، مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الأمين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وعلى صعيد إقليمي، شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة دعم العملية الدستورية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، وأكدت في كلمة لها في مؤتمر ميونخ للأمن أمام الدول السبع الكبرى على المسؤولية الكبيرة التي يتطلبها تعزيز الاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تعزيز علاقات ألمانيا الاقتصادية والأمنية بدول إفريقيا. أما في مستجدات الوضع الصحي في البلاد، استلم جناح العزل بمستشفى غدامس العام الدفعة الشهرية الخامسة من المعدات المخصصة لتقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا. هذا وتضمنت الدفعة عددا من اسطوانات الأكسجين التي يفتقر إليها جناح العزل لضمان استمراريته في تقديم خدماته للمواطنين. وأشار المسؤول هنا إلى أن هناك دفعة أخرى من الاسطوانات المنتظر تقديمها من المؤسسة الوطنية للنفط. أكد الناطق باسم لجنة الأزمة لمواجهة جائحة كورونا بسبها صلاح الدين إبراهيم أن انقطاع التيار الكهربائي المستمر في الجنوب يؤثر بشكل كبير على عمل مراكز العزل في المنطقة. إبراهيم بيّن في تصريح له أن ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجنوب ونقص أسطوانات الأكسجين نتيجة توقف عمل مصانع الأكسجين الثلاثة في الجنوب إثر انقطاع الكهرباء فاقما من حالة المرضى بمراكز العزل الصحي. يأتي ذلك في وقت تعهد فيه المجلس البلدي سبها بتسليم مركز العزل التابع لمركز الأورام بالمدينة من 18 إلى 20 اسطوانة أكسجين يوميا. جاء ذلك بعد جولة تفقدية أداها عضو المجلس البلدي أبو بكر جماعة لمركز الأورام، حيث أكد تكفل المجلس بتكلفة شحن 70 اسطوانة قادمة لمركز العزل، إضافة إلى إعادة تعبئة 260 اسطوانة. جاء ذلك عقب جولة تفقدية أجراها أعضاء المجلس البلدي سبها لبعض المراكز الطبية ومصانع الأكسجين بالبلدية لمتابعة توفر المواد اللازمة لمكافحة كورونا بعد تداول أخبار حول نفاذ الأكسجين بمركز العزلة. أوضح المجلس البلدي أن كميات الأكسجين متوفرة حتى الآن، وذكر في السياق بأن الوضع الوبائي في المدينة لا يحتمل التهاون من قبل المواطنين والمسؤولين حسب ما أعلن المجلس على صفحته الرسمية بفيسبوك. وفي إطار مواجهة كورونا ودعم القطاع الصحي، خرج مستشفى العاونية القروي دفعة أو خرج من العناصر الطبية المساعدة عقب اجتيازهم دورة تدريبية مكثفة في أساسيات الإسعاف والطوارئ وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة والتي تتطلب تدخلا سريعا. مزيد في هذا التقرير نتابع.
على يد الدكتور بدر الباجقني الاختصاصي في طب الطوارئ والجراحات المستعجلة في مستشفى العوانية القروي، عقدت دورة تدريبية مكثفة في أساسيات الإسعاف والطوارئ وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، حيث تم تخريج ما يقارب 70 متدربا جميعهم من سكان مدينة العوانية. المشاركون في هذه الدورة يشتركون جميعهم في طموحهم لتقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة، تلك التي عانت الويلات في السنين الماضية جراء الانفجارات وحوادث الاختناق، علاوة على الحالات الطارئة وحوادث السير. محاورة كانت تتعلم على كيفية الإسعاف والطوارئ، أساسيات الإسعاف والطوارئ، كيف يتعامل الطبيب والعنصر المساعد له في إسعاف المريض اللي جاي في قسم الإسعاف والطوارئ. الدورة هذه طبعا علمتهم على الشغل بقوة، وعلمتهم على الشغل في أصعب الظروف، استقبال الطوارئ، استقبال حوادث، استقبال حروق. بإذن الله سعين أن المستشفى هذا يكون هو مستشفى بإذن الله يعني متكامل للمنطقة كلها. الدورة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تشكيل فارق قوي في حياة المريض يتم من خلاله إنقاذه في اللحظات الأخيرة والتي تتطلب تدخلا سريعا وعاجلا، جاءت آلية التدريب فيها أقرب للمحاكاة على أرض الواقع، الأمر الذي يهيئ المتدربين لاستيعاب كافة الخطوات المتبعة في عمليات الإسعاف والطوارئ، ويصنع منهم عناصر طبية تتمتع بثقة عالية في صميم اختصاصهم. أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فوز مفتاح الطاهر الأحمادي بمقعد رئاسة بلدية زليتن للدورة الثانية حسب ما أعلنت على صفحتها الرسمية بفيسبوك. هذا وأوضحت اللجنة أن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي زليتن بلغت 43% بواقع 20,521 مقترعا من إجمالي 47,466 مقترعا مسجلين في قوائم الناخبين. أما في بنغازي طلب أهالي وسط المدينة الذين تضررت منازلهم جراء الحرب في بيان لهم طلبوا الحكومة بإصدار تشريع ينص على تعويض المتضررين ماديا، وذلك بمنح مصرف ليبيا صلاحية إعطائهم قروضا على ذمة التعويض. الناس المتضرر منازلهم أضرار جزئية أو كلية، ولازلنا نعاني ويلات الأجار. مطالبنا تترخص التالي: 1. حكم التسوق على إصدار تشريع باعتبار الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة في البلاد تقر فيه الدولة بمسؤوليتها في تعويض المتضررين ماليا ولو بعد حين كون الدولة متمثلة في القوات المسلحة طرفا في هذه الحرب. 2. إصدار تشريع يمنح مصرف ليبيا المركزي صلاحيات منح من تعرضت منازلهم للتدمير الكامل، منح قروض على ذمة التعويض في مرحلة أولى، ومن ثم منح قروض أو سلف لمن تعرضت منازلهم لأضرار قبل الصيانة. 3. إصدار قرار من رئاسة الوزراء بإعطاء النازحين المستمرين في النزوح لحد الآن مبالغ مالية كبدل الأجار ولو بأقل التقديرات كمساعدة لهم، لحين تمكن الدولة من صرف التعويضات. بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، نظم حراك لا للتمييز وقفة احتجاجية للمطالبة بالنظر إلى ملف الأسر المحرومة من حقوق المواطنة والمشاركة السياسية والمدنية، ودعا المحتجون إلى استكمال الإجراءات المدنية لحاملي الرقم الإداري في البلاد. قضية أسر ليبية يتم حرمانها من الحقوق والمواطنة التي منها حق المشاركة المدنية والسياسية والحصول على الخدمات التي تلتزم الدولة بتقديمها لمواطنيها الذين يلتزمون من طرفهم بأداء الواجبات. وبهذه المناسبة نجدد مطالبتنا للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة بتحمل مسؤولياتهم في وضع حد لهذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها بتنفيذ القرارات الصادرة من الدولة الليبية سابقة، ووضع مسألة تسوية واستكمال إجراءات هذه الأسر على رأس جدول أعمالها. نحن تعرضنا للتمييز بين الطلبة الرقم وطني والرقم إداري، ميزونا ما هو تخش للمدرسة كتبوا لائحة لا هذه فيها سامينا كلنا كتبوا عليها نحن ملاحظة رقم إداري، فتعرضنا يعني للتمييز نحن.
في ملف الهجرة، قالت منظمة ووتش ذا ميد الحقوقية إن قاربا يحمل حوالي 70 مهاجرا يواجه مخاطر في عرض البحر قبالة سواحل مدينة الزاوية. وأوضحت المنظمة أن المياه بدأت تتسرب إلى القارب بعد وقت قصير من مغادرته مدينة الزاوية، حيث أبلغت السلطات المعنية لتقديم المساعدة اللازمة للمهاجرين. في الثامنة تتابعون، ولكن بعد الفاصل. الكهرباء تواجه انتكاسة جديدة، وفرق صيانة تقف بالمرصاد. أهلا بكم من جديد وإلى العالم. لقاءات محلية لتمهيد الطريق أمام حكومة وحدة وطنية، وزيارات سياسية توحد البلاد بعد انقسامها. البعثة الأممية تكثف نشاطاتها للمحافظة على مكتسبات جنيف. كورونا يباغت قطاع الصحة والجنوب أكثر المناطق تضرراً. في متابعتنا اليومية لأخبار الشبكة الكهربائية، أعلنت الشركة عدد ساعات طرح الأحمال في المناطق الغربية والجنوبية والشرقية المتوقعة لهذا اليوم. هذا وأوضحت الشركة أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي قد يصل إلى 4.5 ساعات، فيما من المتوقع أن يصل في الجناح الشرقي إلى 3 ساعات، داعية المواطنين لمراعاة أي مستجدات قد تطرأ على الشبكة وإبلاغ الشركة في حال وجود أي طارئ. كما أعلنت الشركة أنها ستفصل التيار الكهربائي عن مناطق وادي الربيع والمنارة وبئر التوتة وخلة الفرجان اليوم بسبب أعمال الصيانة للخطوط الهوائية شرق طرابلس. من جانب آخر، أعلنت الشركة عن سرقة أسلاك خط الحواجات، ما تسبب في فقد التغذية عن 4 محولات من دائرة توزيع قصر الأخيار، مناشدة كافة الجهات الاعتبارية ضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية التي تهدد شبكة الكهرباء. وفي المنطقة الشرقية، أعلنت شركة الكهرباء هناك عن ضبط تشكيل عصابي يعمل على تخريب محطات الكهرباء في بنغازي. وقالت الشركة إن وحدة البحوث والدراسات الأمنية بمديرية أمن بنغازي ربطت عددا من القضايا المتتالية لكشف التشكيل العصابي، مشيرة إلى استمرار التحقيقات حيال هذه الوقائع. في شأن آخر، نفى مدير مكتب العلاقات الدولية بشركة الخطوط الإفريقية المعز بن إسماعيل وجود موعد محدد لاستئناف الرحلات بين ليبيا ومصر. أشار بن إسماعيل إلى أن السلطات المصرية أبدت استعدادها للتعاون مع سلطات الطيران المدني في طرابلس بكل أريحية، غير أنها لم تحدد موعد بدئها رسميا حتى الآن.
في طبرق أجرى رئيس المجلس التسريب في البلدية فرج بالخطابية جولة تفقدية على عدد من المحال التجارية والمخابز لتأكد من تطبيق إجراءات النظافة العامة وحصولها على التراخيص والشهادات الصحية اللازمة. وأكد المكتب الإعلامي للبلدية أن بالخطابية أمهل المحال التجارية المخالفة فترة لتسوية أوضاعها، مؤكدا أن هذه الجولة لن تكون الأخيرة في المنطقة. قبل فاصل الأخير ننتقل إلى صبراطة التي افتتح مجلسها التسييري تزامنا مع احتفالات الذكرى العاشرة لثورة فبراير حديقة القصر البلدي الواقعة وسط المدينة. الافتتاح الذي حضره رئيس المجلس التسييري وعميد بلدية صبراطة المنتخب ومدير فرع جهاز الحرس البلدي جاء في إطار الاهتمام بجمال المدينة وخلق بيئة نظيفة. حديقة القصر البلدي لبلدية صبراطة، نشكر جميع الأخوة العاملين على تطوير وإنشاء هذه الحديقة، اللجنة المكلفة والفرق المساعدة والمتبرعين والمتطوعين من أبناء المدينة، كذلك نشكر كل من ساهم في دعم هذه الحديقة من مجلس تسييري من موظفين وأعضاء. أضيف لهذه الحديقة إنارة متوسعة في جانب الزهور والأشجار، كما وزعت هذه الإضاءة في الممرات، أيضا تم توزيع المقاعد على ممرات الحديقة، وتقع الحديقة هذه على جانب مسجد العتيق. الثامنة مستمرة وفيها بعد الفاصل. قادة العالم يناقشون ازدهار الكوكب ومسبار ناسا يستقر في المريخ. بكم من جديد. أعلنت مصادر صحفية جزائرية اليوم إصابة 17 شخصا على الأقل بانفجار ناتج عن تسرب للغاز بأحد المنازل في ولاية الأغواط الجزائرية. وأوضحت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وأن اثنين منهم في حالة خطيرة إثر تعرضهما لحروق من الدرجة الثانية والثالثة، بالإضافة إلى وقوع بعض الأضرار المادية. تعهد قادة مجموعة السبعة التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة أمس، تعهدوا بفتح فصل جديد للتعاون الدولي. قال القادة في بيان خطابي مشترك إن المجموعة ستعمل بناء على نقاط القوة لجعل عام 2021 نقطة تحول لبرورة التعافي الذي يعزز صحة الشعوب وازدهار الكوكب. نشرت وكالة ناسا الفضائية صورا لكوكب المريخ التقطها مسبار بيرسفيرانس تظهر شكل الكوكب الذي يعتقد أنه كان حيا في الماضي. ولإثبات ذلك فمن المقرر أن يرسل المسبار الذي استمر في رحلته قرابة 7 أشهر عينات من تربة المريخ إلى الأرض بواسطة جهاز فضائي آخر. ختام الثامنة مشاهدينا إلى العناوين.
لقاءات محلية لتمهيد الطريق أمام حكومة وحدة وطنية وزيارة سياسية توحد البلاد بعد انقسامها. البعثة الأممية تكثف نشاطاتها للمحافظة على مكتسبات جنيف. كورونا يباغت قطاع الصحة والجنوب أكثر المناطق تضرراً. إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الثامنة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت libyschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء. في أمان الله. يعطيك الصحة.